محاولة لسلب إرادتنا. طبعا يعني جامعة القدس المفتوحة باعتبارها الجامعة الأكثر انتشارا في حدود الوطن من جنوبه إلى شماله تتحسس آلام وويلات هذا الوعد المشؤوم الذي أحل بشعبنا مزيد من الويلات والنكبات والتشريد وضياع كثير من الأنفس والبلدان جراء قرار ظالم طائش صاغته حكومة بريطانيا بأمر من جلالة الملك الذي كان يتجه بالدعم الصهيوني إذعانا بالسيطرة على الشرق العربي حتى تصبح خيراته سهلة للنهب، فأوجد جسما غريبا في هذه البلاد، وكان هذا الجسم الغريب هو إسرائيل التي مارست كل أشكال الظلم والدمار وحلت كثير من قضايا يعني دمرت فيه البنية التحتية والبنية البشرية في فلسطين وشتتت الناس من أرضهم ومن بيوتهم ومن مدنهم وقراهم، ولا زلنا بعد 105 سنوات ندفع فاتورة هذا الظلم التاريخي الذي حل بشعبنا الفلسطيني، ولكن لدينا ثمة إيمان غير قابل للشك أننا باقون ما بقي الزيتون والزعتر وأن كل هذه السياسات التي تم تبنيها نتجاهلها تماما ونبني قوتنا وإيماننا على أننا أصحاب حق وأننا سنكون إن شاء الله منتصرون يوما ما وإن طال الزمان أو قصر. نحن في هذه الوقفة الاحتجاجية ضد هذا الوعد الزائف المشؤوم نريد أن نؤكد لأبناء الشعب الفلسطيني في كافة يعني تواجده في شتى أنحاء العالم بأن هذا الوعد وعد زائف ومشؤوم، ولئن كانت بريطانيا قد وعدت اليهود وعد من لا يملك لمن لا يستحق، إلا أننا نؤكد أننا مؤمنون بعدالة قضيتنا، مؤمنون بأحقيتنا في وجودنا على أرضنا التاريخية في بيت المقدس وأكناف بيت المقدس، نؤكد على أننا مؤمنون كذلك بوعد الله سبحانه وتعالى لنا، يعني لئن كان بالفور قد وعد هؤلاء اليهود بأرض فلسطين، إلا أن الله سبحانه وتعالى قد وعدنا بهذه الأرض عندما قال فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا. لا بد هنا أن نستذكر التضحيات الجسيمة العظيمة التي قدمها أبناء شعبنا الفلسطيني من الشهداء والأسرى والجرحى والمعتقلين والمطاردين والذين أوذوا في سبيل الله ثم في سبيل عدالة هذه القضية في سبيل أرض فلسطين. نؤكد لهؤلاء جميعا أننا متمسكون بحقنا، صامدون على أرضنا، مرابطون فيها، طال الزمان أو قصر فإن هذه الأرض بإذن الله تعالى ومشيئته ستعود لنا بإذن الله. اليوم هو الثاني من تشرين الثاني من 105 أعوام على الوعد المزيف المشؤوم، هو ليس وعد بالفور وإنما جريمة بحق الشعب الفلسطيني التي سلبت حقه وتاريخه وأرضه ومنحته لحركة عنصرية هي الصهيونية. إحياء هذه الذكرى أمر ضروري لكي نفقد الذاكرة من النسيان ونوصل رسالتنا للعالم أجمع أننا في الشعب الفلسطيني أصحاب حق وأصحاب حق وتاريخ في فلسطين. يا فلسطين نحن صامدون على هذه الأرض وباقون، وعاشت فلسطين حرة عربية أبية من نهرها إلى بحرها.